نبدأ من المغرب، حيث انتهت أشغال تهيئة فضاء المعارض الدولي بالدار البيضاء لاحتضان أكبر مستشفى ميداني مؤقت على المستوى الوطني والإفريقي، وذلك على مساحة تقدر بحوالي 20,000 متر مربع، حيث سيشرع في استقبال المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ويتوفر هذا المرفق الذي انطلقت أشغال تشييده منذ 4 أبريل الجاري، يتوفر على أزيد من 700 سرير موزعة على 4 أجنحة، كل واحد منها مزود بنظام معالجة الهواء مرتبط بنظام التبريد، كما يخضع الموقع لنظام الحراسة بالكاميرات بالنسبة لجميع الأسرة، مع تخصيص فضاء للطاقم الصحي يشمل 20 غرفة للأطباء المكلفين بالحراسة، ومكاتب وقاعات للفحوصات والتدخلات الطبية المختلفة، وفضاء للعزل الطبي خاص بالحالات الحرجة. وقد جاء إحداث هذا المستشفى بتعاون مع السلطات وبناء على دراسة قامت بإعدادها أطر المديرية الجهوية لوزارة الصحة، وبتمويل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس جماعة الدار البيضاء.